فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معتمر أنا أعتمر. نعم نعم. معتمر أعتمر وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما أنهى أشغاله في الطائف أراد أن يأخذ عمرة لمجلس، هل جائز هذا أم لا؟ اعتمر هو. اعتمر هو بالأول. نعم. وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج. نعم. بعد ما هذا صار عنده فكره انه ياخذ عمره لميت. لا حرج عليه. اذا اعتمر الانسان ثم خرج من مكه الى الطائف او الى جده لسبب ثم بدا له ان يعتمر لميت فلا حرج. واذا تكرر هذا فالعام يعني اربع مرات ولو تكرر ما في مانع. الذي ينهى عنه ان يكون في مكه ثم يخرج الى التنعيم لياتي بالعمره، هذا هو الذي ينهى عنه.